وهو يتدرب لتحسين ضربته. حميدو، لقد تحسنت ضربتك الغواصة كثيرا وقاربت من الكمال. الكرة الحية إنها تتحرك بعنف كما في المباراة الحقيقية. لقد تم الإعلان عن الألعاب التمهيدية، سنتقابل مع فريق الشباب غدا. رياض، سأنال منك، سأهزمك، ثم سأتحدى سليم بعد ذلك. عنوان هذه الحلقة: ضربة رياض الصاعقة. التمهيدية للألعاب الوطنية ستبدأ اليوم بين فريقي مدرسة الشباب والمدرسة الثانوية العليا. ومن المعروف أن فريق الشباب من أفضل الفرق، ومع أن فريق المدرسة العليا يدخل الألعاب لأول مرة فقد عرف عنه بأنه فريق جيد. نتوقع اليوم مباراة مثيرة. الشيء الذي يجب مراقبته ضربة رياض. لقد سمعنا ما قاله حميد عنها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يدعونها بالضربة الصاعقة. هيا لا تدعوا تلك الضربة تؤثر عليكم قبل أن نبدأ. حافظوا على هدوء أعصابكم. تبوت، هيا إلى الملعب. هيا إلى الملعب. أعرف أن بإمكانك الانتصار، ولكنه من سوء الحظ أننا سنلعب أولا مع فريق الشباب. لا لا، النتيجة ليست هي المهمة، الشرف الأكبر هو أن نكون ممثلين هنا. هذا هو شعار مدرستنا، الهدف هو المشاركة وليس الفوز في المباراة. المشاركة شرف كبير لنا. أظن أنك على حق، لكن من الأفضل أن نفوز. لا بأس، لدينا بكري، أنا متأكد أننا سنفوز. يا حميدو يا حميدو حميدو نحن معك، يا حميدو يا حميدو. حان الوقت، فريق المدرسة العليا يبدأ. لماذا لم تذهب لمشاهدة المباراة لتشجيع حميدو؟ ساذجة، حميدو يصارع هناك كرجل، وصراعي أنا في هذا المكان في عملي. كل منا دور عليه أن يؤديه، حميدو لا يحتاج لي. إذن احصر اهتمامك بعملك يا عزيزي، أنا سأدعو لحميدو بالفوز. هذا ليس من اختصاصك، مثل لكي أسمع المذياع. أنت الذي يصدر الضجيج. الكرة مع رياض، إنه يراوغ المهاجمين، يتقدم نحو مرمى المدرسة العليا، هجوم خطير. يا للويل، ماذا يفعل حميدو؟ إن
أين له وجها كئيبا وضربة طويلة؟ شكينا. ويل لي، ضربة رياض الصاعقة تنهب الأرض كالمجرام. نعم، ضربة رياض الحارفة لم يستطع دبوس إمساكها. الهدف الأول للشباب، هجوم سريع من بداية المباراة. ماذا جرى؟ كان يفترض أن تنتبه لضربته. نعم، أظن أنني كنت متوترا، سأركز أكثر. حسنا، سأسجل عدة أهداف لصالحنا. من فريق الشباب، هل سيأخذ رياض الكرة مرة ثانية؟ ها، الشتا، ها، ها، دبوس، ها هي لي، انتبه. لن أخذ هذه المرة لالتقاطها بتهور، سأنتظر لتهبط. سأمسكها. لم تسقط، إنه قادر على التحكم بها، سواء حرف الأرض أم ضربها عاليا، إنه يعتمد على وضع حالة المرمى. مخيف، سيطرة رهيبة على الكرة. وهذا يعني أنني لن أتمكن من مباراة سليم. له ثقة كبيرة بنفسه. فريق الشباب يبدأ الشوط الثاني بهدفين لصالحه. هل سيحسن الفريق الآخر موقفه؟ بدأت الآن فقط. ضربة رياض الثاقبة الحارسة، إنها مدهشة. فهد، ضربة ثاقبة. أية ضربة ثاقبة؟ ضربة رياض، هكذا يسمونها في البلياء، ضربة ثاقبة. وقد اخترقتني فعلا. آه منها،
لو كان لدينا 5 ثواني أخرى. نعم لكنا أحرزنا هدفا. لا ليس مؤكدا أن تلك الضربة كانت ستسجل. ماذا؟ ترى ما هي الخطة التي أعدها السيد مختار خلال الاستراحة بين الشوطين؟ دعونا نترقب ما سيفعله فريق المدرسة العليا. أستاذ ماذا نفعل الآن؟ لقد قلت كل شيء أثناء التدريب، وأذكر أنكم فهمتم ما قلته لكم في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ حسنا اعتقدت أني فهمت، لكن حسنا حان الوقت. هيا دبوس. نعم انتبه لقدميك. حاضر. هذا كل شيء الآن. هيا. حاضر دبوس، عليك أن تجد الجواب بنفسك. الآن يبدأ الشوط الثاني. مغلوبون. الألعاب التمهيدية ستقرر من الأقوى، فريق الشباب أم فريق المدرسة العليا؟ إن فريقكم هو مجرد تكبيلة عدد. ماذا؟ منك سأجعلك تبتلع كلماتك. ضربة مستقيمة. انتبه تماما لقدمي. انتبه لقدمي. دبوس انتبه لقدمي. قدمي. هذا صحيح، تلك التي يستخدمها لرسم الكرة. لقد رأيتها. انها تتوقف. ها هي يا دبوس. يا أدم يجب أن أهاجم وأستمر في الهجوم. يجب أن أبطل الآن أنتم. لقد فشلت في المرة السابقة لأنني اكتفيت بالمهاجمة. كيف يستطيع أمر مهما كهذا؟ لكن يجب أن لا أهتم، كان تجيء في المرة الماضية أعلى. حميدو الآن. مهاجم فريق المدرسة العليا يتعرض ويمرر إلى كامل،
ومن كامل إلى بكي. إنها خطة التمرير القصير. فريق العليا الآن يسدد، هل سينجح؟ برافو، هدف للمدرسة العليا وما زالوا مسيطرين. العب هنا بسرعة. لنعد إلى العمل. ليس حميد هو الشيء الوحيد المهم. لقد فعلها، اخترقني بسهولة. يا لها من ضربة كبيرة، ضربته الغواصة. حين رأيتها في الملعب خفت منها، لكن كبريائي جعلني أنساها. لكن حين نتقابل في المرة التالية سأكون مستعدا لها. حميد شامل، لن أنسى اسمك أبدا. أنت يا صلاح سبيل. فريق المدرسة العليا الذي يقوده المدرب مختار هزم فريق الشباب وتأهل لمباراة أخرى. فستكون بين فريق الأشبال وفريق التأهيلية. سليم، أنا بانتظارك. المرة القادمة نلتقي هنا، سأتحدى ضربتك بالتأكيد.